foundation, persistent heavy weight lifting, or excessive cough, changes of hormonal levels after the menopause, where aging. If I got the family weakness in the family. Right. What are the symptoms? Symptoms urinary fecal incontinence or constipation were obstructed by the Montagnan cell. If you large cystocele or large rectocele, Montagnan obstructed voiding with compression of the uterus. Low back pain, pelvic pain, lower pelvic region or genitalia or rectum, that is the weakness that they have traction on ligaments, the pelvic organs, we have a pain. Discomfort during sexual intercourse, multinational muscle spasms in the pelvic muscles, where depression. Now, no incidence of depression, females and pelvic organ prolapse, may be higher on age matched normal females. In pelvic floor weakness in the male, we have a natural pelvic surgery, natural open weight. Yeah, increases with intra-abdominal and pelvic pressure where the trauma is occurring. Symptoms of pelvic floor weakness in the male, the urinary and fecal incontinence, constipation, erectile dysfunction. الاسكول كافرنوزس والبالبوس بالبيزس مسل دورهم مهم قوي في ان هم بيكيب الريجيديتي اوف اريكشن. فطبعا لو في ويكنس فيهم ممكن يبقى في عندي اريكتايل ديسفانكشن. كوزس اوف بلفيك فلور هايبرتونيا هي اوفر اكتف بلفيك فلور او بلفيك فلور هايبرتونيا اللي هو هيستوري اوف هولدنج يورينال ستول. يعني في مثلا في ميز لما بيخرجوا من الصبح في اول النهار ما بيعملوش يورينيشن لغايه ما يرجعوا في اخر النهار. طبعا ده از نوت كوريكت. بيرس تروما وسبيرينيال فاجينال تيرز وعندنا المثل الموجود اللي هو بوست بارتم يورين ريتنشن. وطبعا ده نتيجه للبلفيك فلور سبازم والفيميل دي بنحاول ان احنا نديها انرجيزك تو ريليف ذا بين ونديها مصر ريلاكسنس عشان ريليف السبازم. لو هي فضل بيرسيستنت بنستعمل بقى انترميتنت كاسترايزيشن لغايه ما التروما دي تهيل. Painful and inflammatory conditions of the pelvic, اللي هو الترم الكبير قوي اللي هو chronic pelvic pain syndrome. Excessive masturbation in both males and males. Frequent and prolonged masturbation بيعمل sort of pelvic pain. والpelvic pain طبعا بيعمل pelvic floor muscle spasm وده برضه بيعمل voiding dysfunction. الناس دول برضه الاكسسيف ماستربيتورز لقوا انه في هاي انسيدنس عندهم اوف انكزايتي وديبريشن وسيلف بليم او فيلينج اوف جيل. من الحاجات اللي برضه بتعمل هايبرتونيا اللي هو بيدل النيورالجيا بنتكلم عنها. وبعدين في سايكولوجيكال فاكتورز ممكن تعمل بالدكتور هايبرتونيا. الحقيقه في علاقه وثيقه جدا بين السايكولوجيكال ترافلز وبين الفايدنج ديسفانكشن. يعني ممكن العيان اللي عنده فايدنج ديسفانكشن فور ييرز بيجي له يا اما انكزايتي يا ديبريشن. وساعات هي تبقى مش هي ريزلت ساعات تبقى كوز. وات ايفر ان هي ريزلت او كوز لازم التريتمنت تمشي بارلل. لازم العيان ياخد سايكوثيرابي في نفس الوقت اللي انا بديله في التريتمنت بتاعي. لو انا اعطيته تريتمنت من غير سايكوثيرابي عمر التريتمنت بتاعي ما هيجيب افكت. طيب symptoms of pelvic floor hypertonia اللي هو urge to urinate اللي هو sensory urge. Sensory urge يعني العيان need to urinate even the bladder is empty. تلاقي العيان عايز يورينيت وبعدين اوف انترابلمنت واخر سايت اوف انترابلمنت اللي هو البوكس كانال. النون ميكانيكال كوزز زي فايرال انفكشن زي مارشال سكليروزس دايبيتس ميليتوس. والسيمبتوم بيبقى بين. البين بيبقى في الباتوكس برينيوم وجنتاليناس الجنتاليا اللي هي المنطقه اللي بنسميها سادل اريا. وفيلينج سيتنج اون روك يعني العيان بيبقى قاعد كده مش مبسوط حاسس ان هو قاعد على حاجه ناشفه او صخره يعني. Characteristic pain in the male بيبقى pain around the scrotum أو end of the penis وفي الفيميلز بيبقى pain in the vulva or around the clitoris.
اوفر اكتيفيتي في الايدج جروب ده بتاع الميلز. ممكن الفيميلز يبقى فيها يعني في ديوباسيك اوفر اكتيفيتي في الفيميل ممكن نلاقيها، انما الميل لا مفيش. طالما مفيش اوبستراكشن مفيش نيروجينيك ليجن ما لاقيش فيه اوفر اكتيفيتي. طب ايه سبب الفريكونسي بتاع الميل ده؟ سبب الفريكونسي غالبا حاجه تبقى سنسوري ايرجنس. لازم ندوكيمنت الكلام ده. اولا العيان ده يجي لك يقول لك كل نص ساعه، واحنا قلنا انت خرجت من بيت الساعه كام وخدت مواصلات قد ايه وجالك عاد في العياده قد ايه، تبص تلاقيه عدى في اربع خمس ساعات ومفيش اي مشكله حصلت معاه. ده بالنسبه للسنسور. تاني حاجه ان هو ما بقاش عنده نكتوريا، يعني العيان اللي هو سايتوسوماتيك دوت وعنده سنسور ايرجنسي ما يبقاش عنده نكتوريا، لان بالليل بينام السايت بتاعه بينام خلاص انتهت المشكله. انما لو عنده حاجه لوكال كان لها بقى دي ام اي فريكوينسي اوف نكتوريشن. طبعا بقى يعني انت رجعت مع العيان تعرف بقى الهيستوري، اذا كان الماريتال هيستوري السوشيال هيستوري عشان تقدر تعرف الورك بتاعه هل في ستريس ولا لا. تمام. بنلاقي طبعا في حاجات سليب ديستربنس، لو عنده سليب ديستربنس ممكن نكتشف حاجات من ديت، نبدا نفكر ان في سايكوجينيك اليمنت ونريفير اللي هي السايكو سيرفي. التريتمنت اوف سنسوري ارجنسي ملهاش تريتمنت حقيقه ديفينيت. ناس جربوا دايزيبام مع الانتيكلينرجكس وبرضه الايفكت مش حلو. ناس استعملوا سيمباسوماميتكس علشان يقللوا الكونتراكتيليتي بتاع البلاذر برضه الايفكت مش حلو. استخدموا الاستريول على اساس ان هو ويك استروجين ومالوش اي افكت على الاندوميتريوم. 60% بيتحسنوا من السنسور ايرجنسي و 60% من الموتور ايرجنسي بيتحسنوا. احنا بنستخدم دوز مش 6 مللي، بنستخدم دوز 10 مللي والعيانين دول ما بيتحسنوش. مغنيسيوم هيدروكسايد، المغنيسيوم هو بيكمبات ان هو يحصل كالسيوم هيمين ترانسفير ثرو ذا بلادر ميمبرين. وهو المغنيسيوم كانوا جراحه بيستعملوه في تو ريليف ذا ماسل سبازم اللي بيحصل في التوب ماسل. او المغنيسيوم هيدروكسيد ده لاكستيف، بس هو لاكستيف ان فيري هاي دوز. احنا بنستعمل فيري لو دوز يعني 350 دي دوز ما تعملش اي دايريا. بنستعمله دوز 3000 ومش عارف 600 او 7200 يعني دوز عاليه عشان تعمل لاكسيشن. ف معليش خبره الحقيقه فيه ما اعرفش، انما يعني هو فكرته لوجيكال ان هو ممكن تمشي. نيورو موديليشن طبعا ده يمكن ده انا بعتقد ان هو ده الاساس في التريتمنت بتاع السنسوري ايرجنس. دايجنوزيس اوف بلبك دور ديسفانكشن، الديجيتال ريكتال اكزامينشن طبعا اول حاجه بنعملها بنشوف التون والكونتراكشن اوف ان السفنكتر وعشان نعرف يوتنس ولا لا. الريجيديتي ممكن بيبقى في تندرنس اوفر فيرنيال برنيم، وساعات يعني احيانا ممكن نحس ريجيد ماسل باندلز في البرنيم. الالكترومايوجرافي طبعا خلاص بقى ده هيشخص لنا الدكتور ديسفانكشن. اليورودينامكس، اليورودينامكس هي اساسا بتشوف الايفكتس بتاعه الفيلفت فلو او ايفن في الفيلفت فلو مثلا يكون في فيلفت فلو ماسل سباز ممكن نحن فيها بوتوكس طبعا عشان نعملها ذاكرا النيرف سيموليشن. وفي كان الكونتنس ساكر نيرف سيموليشن برضو او اسفنكتو بلاستي. البيلفيك فلور اورجان برولابس طبعا ده برضو الدكتور مصطفى كان عنه. ساكرو كولبو بيكسي والريبيرو فاسيستو سيل ريكتر سسبنشن. السيم سيل زي ما الدكتور مصطفى قال ان هو لسه اندر انفستيجيشن، وهو بنعمل انجكشن على اساس ان احنا نحسن الكولاجين والالاستيك تيشو كونتنت او ديبيد فلور ماسل. الكلينيكال ترايلز ما هياش سكسسفول، لقوا ان الترايلز في الانيمال مودلز نتائجها احسن من الهيومن. سنسوري كونتنس فيكالي كونتنس ورول اوف نيورو موديليشن. احنا كنا في اوائل الالفينات كنا بنستخدم سكر نيرف سيموليشن، و
ونيز تسكر نيرف ستيموليشن، ان انت بتعمل تيرمال ستيموليشن وتشوف السكسس على مدى اسبوعين قبل ما الامبورت البيرمننت لاينز على طول. الحقيقه انا دلوقتي بقى بشوف من بعد 2010 2013 كده ان دكتور التيرمال نيرف ستيموليشن ريبليسك السكرال نيرف ستيموليشن في حالات السنسوري فيكال انكونترنس وحالات الدبليو ديسبيرجيا قبل ما يحصل ريتوميكال انفيلتريشن. فاعتقد ان احنا ممكن نجرب الدكتور التيرمال نيرف ستيموليشن. والدكتوره بربح احنا كلنا عليه طبعا، هو اوريدي احنا جربناه من كتير سنه عليه، بس احنا جربناه في اوفر اكتف بلادر وثاني نزلت شرشح لسان سيرفس الكتروز والنتائج كويسه. انا يعني متاكد ان نتائجه كويسه في البايدنس. بيجيلنا حالات كتير ايجاكولاتوري ديس فانكشن، ايجاكولاتوري ديس فانكشن ايميل يبقى عندهم اد ايميشن. معلش هل حاجه بقى لو فتحت لنا السكه يعني. فهل في علاقه بالبلفيك فلور باس ديس فانكشن وبين الان ايميشن او ان ايجاكوليشن ولا حاجه؟ ما فيش. لا يعني هو انت طبيعي لو في عيان عنده ديسنرجا بتاع بيشتكي لك ان هو بيقول لك حتى الايجاكوليشن بيبقى ويك يعني مش نورمال يعني نفس الحكايه من السفنكتر قافل بقى. ده لو خد فيزيوثيرابي او ميديكال تريتمنت للديسفانكشن ممكن الموضوع يتحسن شويه. الهدف بتاعك ان تضيع فوز الفوز لو السفنكتر فعلا قافل، انت بقى تريلاكس السفنكتر باي طريقه سواء ميديكال سواء انجكشن او بوتوكس سواء نيورو موديليشن، يعني انت ليك الخيار بقى. انا عايز لو ميرفت هنا توضح اعمل ورك على الكلام ده مع ستار عن الاثينيك ايجاكيليشن. دكتوره ميرفت ليها دور؟ احنا عاملين فعلا ريسيرش مع بعض على الرول اوف بايو فيدباك في حالات الاريكتايل ديسفانكشنز، وعاملين اسمها البريشر قبل السترينث بتاعت البلفيك فلور ماسلز بالثول بايو فيدباك بالانر بريشر سنسور وبعد، وشايفين ان البريشر زاد من البيشنت بقى وعملنا له نيرون موديليشن شفنا انه فرقت كتير. بس المهم ان هو يكون فعلا هو ده السبب الوحيد، يعني مفيش مشكله في الهرمونز، يعني لازم يكون يعني الوجانك مسل ضعيفه او النيرف فيه مشكله، لكن بقيه الحاجات كلها تبقى نورمال، يعني الباث ابلاي نورمال، الدوبلر كويس، هرمونز كويسه، ساعتها البيشنت ده فعلا بيستفيد. بس بياخد وقت طويل قوي. المشكله قوي يعني عمالنا بتفرق ممكن على مثلا جلسه ال 12 ال 14 بيبقى دايما السؤال امتى امتى، يعني صعب يكمل. جربي بقى نمشي الجهاز ونشغله في البيت. هو احنا عايزين عشان البالو في الالكتريكال ايه ستيميوليشن وعالي قوي لو الدستور بيحصل ريلاكشن وهو في الجلسه على فكره. انا بتكلم على البالو في الباك، انا بعمل الباي في الباك سترينث للماسلز والانر ستيميوليشن ونعلي قوي لانه بيحصل ريلاكشن وقت الجلسه ويبقى شديد، فده معناه العيان عملنا ستيميوليشن لغايه ما حصل كده، وكل يجي مرتين ثلاثه في الاسبوع دي حاجه صعبه قوي على العيان. مش سهل، مش زي الجلسات اللي بسرعه. كل ما تبقى النتيجه حلوه كل ما العيان بيكومبلاينس بتاعه تحفه بيبقى احسن كتير يقدر يستمر. شكرا لك.